اللي مزياني اندفان ولا انا سنة 80 قالوا لنا هتطلعوا من عنق الزجاجة. سنة 80 قالوا لنا هتطلعوا من عنق الزجاجة. احنا مرضناه. ما تعرفيش ليه؟ هنطلع ليه؟ قلنا نقعد في قعر الزجاجة كده أحسن. قالوا لنا اطلعوا نطلع اقعدوا اقعدوا ما صدقوا ان احنا قعدنا في قعر الزجاجه جابوا الفيلا وقفلوا عليه.